واحدة من أكثر الطبقات التي يصعب الاختيار فيها هي هواتف تحت سعر 120 دولار، أو عندنا في الجزائر تحت 20,000 دينار جزائري، بمعنى زوج ملايين، بحيث أن الهواتف في هذه الطبقة كثيرة ولا تحصى. ونرى أن الكثير من الشركات بالخصوص الصينية تطرح هواتف ببطاريات كبيرة وكذا، ولكن أغلبها لا يصلح وستندم على شرائها في أول 24 ساعة. لذا قبل شهر كنت وضعت فيديو عن أفضل الهواتف في نفس الطبقة، ولكن أغلبها كابا أي مستعملة. واليوم أردت أن أضع لكم أفضل الهواتف الجديدة عالميا في هاته الطبقة. وكالعادة قبل أن نبدأ الفيديو انزل تحت المقطع واضغط زر لايك، وكما تعرفون هذا أقل دعم يمكن لمحبي قناتنا تقديمه لنا، وشكرا. نبدأ على بركة الله. قبل أن نعرف هذه الهواتف ممكن أن أغلبها تباع أونلاين، ولكن هناك الكثير منها متوفر حتى في المحلات الجزائرية، بخصوص الهاتف في المرتبة السابعة والرابعة والثانية والأولى. كما يمكننا مساعدتكم في شراء الهواتف أونلاين عبر خدمتنا شري ديزل، حيث قدمنا عرض على الهاتف في المرتبة الثانية بسعر خيالي. والآن دعنا نتعرف على هذه الهواتف. في المرتبة العاشرة لدي هاتف إليفون A6 ميني بشاشة HD بلس بحجم 5.71 إنش، ومعالج هيليو A22 مع رام 4 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت، حيث حقق تنقيط 67,000 نقطة على أنتوتو، وسعره 20,000 دينار جزائري أو 99 دولار أمريكي، مع كاميرا خلفية 16 ميجا بكسل وكاميرا ثانوية 2 ميجا بكسل وسيلفي 4 ميجا بكسل ببطارية 3180 ميلي أمبير مع أندرويد 9 باي. في المرتبة التاسعة لدي هاتف تقليدي بمميزات رائعة، وهو شارب Z2 بشاشة 5.5 إنش بدقة ال FHD، معالج هيليو X20 مع رام 3 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت، بسعر 99 دولار أمريكي أو 20,000 دينار جزائري. حقق 85,000 نقطة على أنتوتو بكاميرا خلفية 16 ميجا بكسل وسيلفي 8 ميجا بكسل مع بطارية 3000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع وأندرويد 6 مارشميلو. المرتبة الثامنة تأتي مع هاتف من المدرسة القديمة لكنه لا زال قوي، وهو ليكو كول 1 بشاشة 5.5 إنش دقة FHD مع معالج كوالكوم سنيب دراجون 652 مع رام 4 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت. حقق 77,000 نقطة على أنتوتو بسعر 99 دولار أو 20,000 دينار جزائري، مع كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل تصور فيديو 4K وسيلفي 8 ميجا بكسل وبطارية 4060 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بأندرويد 6 مارشميلو. في المرتبة السابعة هو هاتف من نفس الشركة، وهنا نتحدث عن ليكو لي 3 برو بنفس سعر النسخة السابقة مع شاشة 5.5 إنش دقة ال FHD ومعالج هيليو X23 مع رام 4 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت. حقق 97,000 نقطة على منصة فحص الأداء أنتوتو مع كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0 ومستشعر سوني IMX 285 تصور فيديوهات 4K وكاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل بحجم بكسل ضخم مع بطارية 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع وأندرويد 6 مارشميلو. في المرتبة السادسة لدينا هاتف من شركة صينية جديدة لكنها تحاول إبهارنا بهواتفها خاصة في هذه الطبقة، وهنا نتحدث عن جوميو 7 ميني بشاشة 5.47 إنش بدقة ال HD بلس ومعالج هيليو X20 مع رام 4 جيجا بايت وذاكرة تخزينية 64 جيجا بايت. حقق على الأنتوتو 89,000 نقطة بسعر 88 دولار أو 19,000 دينار جزائري. يحمل كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل مع بطارية 2800 ميلي أمبير وأندرويد 7 نوغا. المرتبة الخامسة تأتي مع هاتف من نفس الشركة، وهو جومي فينمي نوت بشاشة 5.99 إنش بدقة ال HD بلس مع معالج هيليو P23 رام 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت بسعر 90 دولار أمريكي أو 19,000 دينار جزائري. حقق 93,000 نقطة على أنتوتو مع كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل وكاميرا ثانوية 5 ميجا بكسل، أما عن كاميرا السيلفي فهي بدقة 5 ميجا بكسل. يحمل بطارية 3500 ميلي أمبير ونظام تشغيل أندرويد 8 أوريو. المرتبة الرابعة تأتي مع هاتف محلي، وهو دوجي Y7 أو المعروف N10 بشاشة 5.84 إنش ودقة ال FHD بلس مع معالج من شركة سبيريتروم ثماني الأنوية بتردد 1.6 جيجا هرتز، رام 3 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت. حقق على الأنتوتو 72,000 نقطة
بسعر 83 دولار أو 19000 دينار جزائري. يحمل كاميرا خلفية 16 ميجا بكسل وكاميرا ثانوية 13 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل مع بطارية 3360 ميلي أمبير وأندرويد أوريو 8.0. المرتبة الثالثة تأتي مع هاتف قوي من شركة ريلمي وهو إصدار C2 بشاشة 6.2 إنش دقة الـ HD Plus، معالج هيليو P22 مع رام 3 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 99 دولار أو 20000 دينار جزائري. حقق 75000 نقطة على الأنتوتو مع كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل وكاميرا ثانوية 2 ميجا بكسل وسيلفي 5 ميجا بكسل ببطارية 4000 ميلي أمبير وأندرويد 9 باي. المرتبة الثانية تأتي مع الجميل شاومي ريدمي 7A بشاشة 5.45 إنش دقة الـ HD Plus، معالج كوالكوم سنيب دراجون 439 مع رام 2 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت. حقق 83000 نقطة على الأنتوتو بسعر 99 دولار أمريكي و 20000 دينار جزائري. وقد عملنا تخفيض للجزائريين لشرائه ب 17800 دينار جزائري فقط. يحمل كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل مع مستشعر سوني IMX 486 وكاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل ببطارية 4000 ميلي أمبير وأندرويد 9 باي. المرتبة الأولى مع الهاتف أكثر طلبا مؤخرا وهو إيمي دي جي A5 برو بشاشة 6.3 إنش دقة الـ FHD Plus ومعالج هيليو P23، يحمل رام 4 جيجا بايت وذاكرة 32 جيجا بايت بسعر 99 دولار أمريكي أو 20000 دينار جزائري. حقق 88000 نقطة على الأنتوتو حيث يحمل كاميرا خلفية بدقة 16 ميجا بكسل ومستشعر سوني IMX 398 بفتحة عدسة 1.8 وكاميرا ثانوية 8 ميجا بكسل مع مستشعر من سامسونج. أما عن كاميرا السيلفي فهي بدقة 16 ميجا بكسل مستشعر من سامسونج وفتحة عدسة 2.0 ببطارية 4150 ميلي أمبير تدعم شحنة سريع بنظام تشغيل أندرويد باي 9. وإلى هنا نكون انتهينا أيها الرائعون. وقبل أن تقفل الفيديو لا تنسى تشترك وتنضم إلينا عبر زر الاشتراك، كما يمكنك تفعيل زر الجرس وهو أهم شيء لتصلك مقاطعنا عن عالم الجوال، وحتى ندردش دائما عن أفضل الهواتف الذكية. السلام عليكم ودمتم في رعاية الله.